بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم جميعا. موعدنا مع كبسولة قانونية جديدة، كيف تستخرج حكم صحة التوقيع وتستلم مستنداتك لإعادة البيع وتعتمد من المحكمة. هو ده موضوع كبسولتنا النهاردة. بتتقدم بطلب للأمين العام بتاع المحكمة أو لألم الحفظ، رئيس ألم الحفظ حسب تعليمات كل محكمة. بتقدم بطلب باستخراج صورة رسمية من صحيفة الدعوة صحة التوقيع وصورة رسمية من الحكم الصادر فيها، وبتحدد طبعا في الطلب بتاعك رقم الدعوة والتاريخ اللي صدر الحكم فيها. وانت بتستخرج الصور بتروح للأمين حسب اللي هتقدم له طلب، الأمين العام بتاع المحكمة الباش كاتب أو رئيس ألم الحفظ، بيأشر لك بالرسوم على الطلب، بتدفعها في الخزنة وترجع لألم الحفظ تاني، بيطلع لك الحكم والصحيفة، بتاخد صورة منهم، تصورهم صورة ضوئية وترجع تستلمهم في دفتر الصور وبيمضي لك عليهم، وبتروح للباش كاتب تاني كده. بقى الباش كاتب مش ألم الحفظ لأنه هو اللي معاه الختم، بتروح للباش كاتب بعد ما هم يمضوا لك مراجعة في ألم الصور، بترجع للباش كاتب يمضي لك عليها ويختم ختم النسر، وكده يبقى معاك صورة رسمية من صحيفة الدعوة وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوة بتاعت صحة التوقيع. طيب احنا عندنا حالتين اتنين. افرض ان الحكم كان بحضور المدعى عليه او الحكم كان في غياب المدعى عليه. يعني لو في حضوره حضر بنفسه من اول جلسة واقر بصحة التوقيع والموضوع انتهى تمام كده، بتستلم في وقتي وانت واقف المستندات، وانت بتستلم اصل صورة رسمية من الصحيفة وصورة رسمية من الحكم، بترفي معهم طلب باستلام المستندات المقدمة اللي هو عقد البيع. ليه؟ عشان بتستلم الصحيفة وتستلم الحكم وتستلم عقد البيع، بيقوم الموظف الحفظ وهو بيسلمك عقد البيع بيأشر لك على عقد البيع فوق، البيع فوق كده، بأنه نظر في الدعوة رقم كذا اللي انت استلمت صحيفتها وحكمها، بيأشر لك بأن تم تنظير العقد ده في الدعوة دي ويمضي لك عليه. لأنه وانت وانت بتختم من الباش كاتب اصل الصحيفه واصل الصوره رسميه من الصحيفه وصوره رسميه من الحكم، هتختم العقد برضو على التاشيره اللي اشرها موظف الحفظ ان هي نظرت في الدعوه رقم كذا. بقى العقد بتاعك مكتوب ختم النسر كمان بانه نظر في الدعوه رقم كذا، وكده تبقى استلمت لف صحه التوقيع كاملا في حاله حضور المدعى عليه اللي هو البايع امام المحكمه واقراره من اول جلسه بصحه التوقيع. طيب نفرض انه في قدام المحكمه ما حضرش من اول الجلسه واعود اعلانه وما حضرش، فصدر الحكم بدون حضوره. في الحاله دي انت بتستخرج عادي صوره رسميه من الصحيفه وصوره رسميه من الحكم، ولكن في الحاله دي بتعمل ايه؟ لازم تعمل محضر اعلان على الحكم وتروح تسلمه للقلم المحضرين على عنوان المدعى عليه عشان يعلن بالحكم. ليه؟ لأن من تاريخ استلامه الإعلان هتبتدي تعد 40 يوم اللي هو اللي لهم حق الاستئناف فيهم، وبعد ما ينقضوا الأربعين يوم وينتهوا من تاريخ ما استلم الإعلان بتاع الحكم، بعد ما ينتهوا الأربعين يوم بتروح إلى المحكمة الاستئنافية وتجيب شهادة بعدم حصول الاستئناف، هنقولها إزاي في كبسولة بعد كده، بتطلع شهادة بعدم حصول الاستئناف عشان ترجع بدول تاني للمحكمة الجزئية بنفس الطريقة اللي قلنا هتستلم بيها، تقدم طلب باستلام أصل المستندات المقدمة في الدعوة رقم كذا للباش كاتب، بيقوم أشر لك عليه تسلم عند عدم وجود مانع، بتروح لألم الحفظ يسلمك العقد، بيمضيك على ظهر حفظة المستندات بأنك استلمت أصل العقد، ويأشر لك عليه زي ما قلنا من فوق كده أنه نظر في الدعوة رقم كذا، وترجع للباش كاتب يختمه لك، ويبقى كده موضوعك انتهى في استلام صورة رسمية من صحيفة الدعوة وفي استلام صورة رسمية من الحكم واستلام المستندات. وده سواء كان في حالة حضور المدعى عليه من أول جلسة وإقراره بصحة التوقيع، أو إذا كان ما حضرش وصدر الحكم في غيبته بعد إعلانه مرتين بالجلسة، يبقى كده أنت استلمت ملفك 100%. وكمان أنا بنبه على حاجة، خد بالك صورة رسمية من الصحيفة والصورة الرسمية من الحكم انت تقدر تطلعهم كل 5 دقايق. ليه؟ هتدفع رسوم،
وتطلع صوره رسميه من هنا وصوره رسميه كل يوم طلع 100 نسخه، ما حدش هيقول لك حاجه. انما العقد اللي هو ورقه واحده، عقد البيع الابتدائي، استحاله مطلقه انك تطلع صوره رسميه منه. انا بعيد، انا بشدد على دي، عشان كده عقد البيع الابتدائي لو فقد منك ملوش بديل وما بيطلعش صوره رسميه منه. عشان كده بقول ايه، وانت ماشي كده وانت خارج حود على مكان التصوير وصور الملف بتاعك ده ولو 5 نسخ، اغرب 5 جنيه تصوير يا اخي، احسن ما ترجع بعد كده تندم اشد الندم اذا فقدت منك الاوراق دي. ليه؟ لو عندك صور من الاوراق دي وزي ما قلنا في مذكرة الفقد وفقد منك اصل عقد البيع اللي هو مختوم ومعتمد من المحكمة، بتاخده الصورة دي وتروح تعمل بيه مذكرة فقد في الاسم وترفق الصورة فيها عشان يبقى واضح حقك في المستند اللي هو فقد ويبقى ما ضاعش حقك فيه. وكده نبقى انهينا كبسولة النهاردة، وإلى اللقاء في كبسولة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.